فضيلة الشيخ وفقكم الله، قولنا فلان رضي الله عنه، هل هو خاص بالصحابة أم يجوز الترضي عن المعاصرين؟ إذا اتخذ شعار فلا يجوز، يعني دائم، أما أن يقال بعض الأحيان فلا بأس. نعم فضيلة الشيخ، أما اتخاذ شعار فلا يجوز إلا في حق الصحابة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.